طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الرئيس الأمريكي بضرورة استخدام سلطاته الدستورية لإعادة عقد جلسة لمجلس الشيوخ خلال فترة العطلة الصيفية لعقد جلسة للتصويت على تشديد إجراءات الحق في حيازة الأسلحة داخل المجتمع الأمريكي. قالت بيلوسي إن هذه السلطة التي منحت للرئيس الأمريكي يجب أن تستخدم في هذه اللحظة الاستثنائية من تاريخ البلاد بضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية لإنقاذ الأرواح. المطالبة بتعديل التشريعات الخاصة بحيازة وحمل الأسلحة أتت بعد مقتلتين داميتين خلال الأسبوع الماضي بولايتي تكساس وأوهايو، الأمر الذي أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا وجرح العديد. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد توجه إلى ولاية تكساس لتقديم التعازي في ضحايا الهجوم الذي وقع في مدينة الباسو وعقبه بيوم واحد هجوم في أوهايو. هذه التطورات التي تأتي في أعقاب حديث عن لوبيات الضغط الأمريكية المرتبطة بمصنعي أو تجار الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية الذين يقفون مباشرة في وجه أي تشريع يقنن من حمل السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية، ووالدة الشاب مطلق النار أبيض اللون الذي جرى في مدينة الباسو قالت إنها قبل يوم واحد من إقدامه على هذه الفعلة اتصلت بالشرطة الفيدرالية وقالت إن ابنها يقوم بشراء أسلحة بشكل يبدو شره للغاية. الشرطة ردت عليها بحسب رواية الأم التي جرى تناقلها من أن الأمر طبيعي وأنه يقوم بفعل قانوني. ختام هذه الجولة من جولات الآن، بإمكانكم دوما متابعة المزيد من الأخبار والتقارير عبر الموقع الإلكتروني extranews.tv. عند رأس الساعة بإذن الله يتجدد اللقاء في جولة إخبارية مفصلة، لنعود.